المشكلة؟ المشكلة أنه الصحفي اليوم يلقى روحه بين المطرقة والسندية. علاش؟ على خاطر فما ضبابية كبيرة. اليوم كي نقولوا عدم التداول، راه التأويل يجب أن يكون ضيقا. عدم التداول هو عدم الدخول في تفاصيل الملف. كيف ولكن المادة الصحفية أو الإعلامية معناتها ما نجموش ما نخوضوش في ملف هو ملف رأي عام وملف معناتها اللي موقوفين فيه على ظلم التأمر هما معناتها أشخاص من الرأي العام من الطبقة السياسية أغلبهم، وبالتالي اللي صار مع برهين والأستاذة مصدق الحقيقة معناتها أنا تابعته معناتها الحقيقة معناتها ما فهمش دخول في تفاصيل اللي كان قاصدها السيد حاكم التحقيق لما دخلوا في التفاصيل، معناتها ما دخلوش في تفاصيل كما نقولوا نحن تكشف خبايا هذا الملف أو تكشف حاجات حاكم التحقيق سعى لحمايتها من التداول. وبالتالي أنت تقول أنت تابعت دونك الأسئلة، ونحب ناخذ هنا بزاوية قانونية. أنا جبت ضيفي باسل ترجمان محامي سيتحدث في قضية رأي عام، قضية التأمر على أمن الدولة، قضية رأي عام. منع من التداول، متفهم؟ منع من التداول في التفاصيل، منع أو القرار كيف جاء ما جيش فيه كلمة التأمر على أمن الدولة أو التفاصيل أو الإيقاف أو السماعات أو رفض الإفراج، ما تجبدوهمش وما تذكرش، ما كانش مفصل، ما عطاكش حدود بالضبط. في المطلق عدم التداول شنو نفهم منها؟ انتهيناش، مازال فيه. قال لك عدم التداول، عدم التداول. اني ما نسالش، ما نسالش حاكم التحقيق شنو سالك، والقاضي تاع البدايه والقاضي شنو، وما نجيبش الشهود، ما نجبدش الشهود، وما نجيبش المحاضر زاد ننشرها من اللي هما 12 دقيقه على هذيك حاجه اخرى. انا تداول راهو ما نجموش توا كيفاش كيف يصير مثلا قرار افراج او قرار رفض افراج من دائره الاتهام او من حاكم التحقيق يتم تداوله في ذلك الخبر، هل يعتبر تداول او لا؟ هذا بيت القصيد. وبالتالي شوف فما غموض وضبابيه في خصوص معناتها كلمه التداول اللي تخلي اليوم زوز من الناس محالين من اجل تاويل التداول اللي هو خذيه السيد حاكم التحقيق. وبالتالي اعتقد ان ما حصل ليس بتداول، التداول راهو الدخول في تفاصيل وجزئيات مهمه وتمس من الاجراءات ومن سريه الاجراءات ومن الموضوع برمته. ما تم التداول فيه في تلك الحلقه هو متواجد في جميع وسائل الاعلام اللي هما حاجات موجوده، ومعناتها تم تداولها سابقا. الإحالة شنو تتسمى؟ اجتهاد من النيابة العمومية، السيد حاكم التحقيق المكلف يوم الثلاثاء بالنظر في وضعية معناتها برهان بسيس والأستاذ مصدق له معناتها كما نقولوا أن يستنطق وأن يتثبت من التهم الموجهة لهم، وبعد الاستنطاق ونعتقد أنه معناتها الموضوع ما هوش بشيخ ومنحة كبير، باعتبار أنه حسب اللي موجود والظاهر أنه الحكاية ماشي اختيرة برشا. باسل ترجمان كنت تسمع في برهان بس